بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف بن يوسف الريحاني، عمادة الجوزة، مع تمجيد عمدون، ولاية باجة. مترشح للانتخابات المحلية، والبرنامج بتاعي الهدف منه هو العمل على إحداث قسم تحضيري بالمدرسة الابتدائية بالجوزة، العمل على سياق العمل على فك العزلة عن جميع متساكني المنطقة بفتح وصيانة المسالك الفلاحية، العمل على صيانة الثروة الغابية بما تزخر بها المنطقة بفتح مسالك قطع الحرارة وتجميع الحطب باستغلاله ومن طرف متساكني الجهة، العمل على توفير الماء الصالح للشراب، العمل على إدماج المياه البئر العميقة ضمن الدورة المائية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، العمل على إصلاح الطريقة الرابطة بين زاجة ومجاجة عبر الجوز. وأخيرا أتوجه إليكم سكان متساكني ولاية معتمدي مشيخة الجوزة بأحر التهاني، وأنصحكم بأن تخرجوا إلى مراكز الاقتراع بكثافة، لا تتأخروا عن هذا الموعد الهام، إنها فرصتكم الوحيدة لإنقاذ منطقتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.